اليوم هو اليوم الأخير بطبيعة الحال. إسرائيل استلمت قائمة اسمية بأحد عشر اسما تقوم بفحصها حاليا، وقالت مصادر إسرائيلية أن إسرائيل عمليا تنتظر حتى الساعات المتأخرة من هذه الليلة رد حماس إن كان هناك استعداد ليومين إضافيين من وقف إطلاق النار في مقابل إطلاق نحو 20 أسيرا مدنيا فلسطينيا. كارثة تحل على فلسطين، قوات تؤكد قتل أبو عبيدة قبل قليل لكنه ادعاء كاذب. إسرائيل تستدعي سفراء إسبانيا وبلجيكا بسبب دعم بلادهما لفلسطين. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس. مساكم بالخير، عندنا سحب على 100 جوال 14 برو ماكس وسحب على 100,000 جنيه مصري. كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورة شراب وتكتب تم في التعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة. إسرائيل تستدعي سفراء إسبانيا وبلجيكا بسبب دعم بلادهما لفلسطين. استدعت دولة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة سفيري إسبانيا وبلجيكا احتجاجا على تصريحات داعمة للفلسطينيين. وفي وقت سابق من اليوم الجمعة أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو في مؤتمر صحفي عقده اليوم من أمام معبر رفح عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتابع: أتيت هنا برسالة من أجل الإنسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث. وعمل على تأكيد أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين. كتائب القسام جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان ومداه. أكد المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية أبو عبيدة استمرار التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة بعد بلوغه يومه 48، مؤكداً القدرة على الثبات والاستمرار بالتصدي مهما ازدادت شدته. وقال أبو عبيدة إن كتائب القسام وثقت استهداف 335 آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة منذ بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لقطاع غزة. أبو عبيدة: نواجه دبابات العدو الإسرائيلي بمقاومة عنيفة. قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن الكتائب تخوض لليوم 36 معركة طوفان الأقصى التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في 7 أكتوبر. ولفت إلى أن المقاومة عرضت منذ بداية المعركة إتمام صفقة تبادل لحل هذه القضية الإنسانية، موضحا أن المقاومة حاولت وتحاول المحافظة على حياة الأسرى ونجحت في ذلك أحيانا ولم تنجح في أحيان أخرى بفعل القصف الإسرائيلي الذي وصفه بالهمجي. أبو عبيدة: الحالة الهستيرية في جرائم الاحتلال مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر. قال أبو عبيدة أن المقاومين في عقد قتالية دفاعية خاصة في كل من مناطق الدفاع والتصدي نفذوا العديد من العمليات ضد قوات الاحتلال. وأضاف في كلمة مسجلة أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها الاحتلال في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني هي مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر ولجوئه للأسلوب القذر في عقاب المدنيين والانتقام من الأطفال الأبرياء. أبو عبيدة يروي تفاصيل ملحمة سطرتها القسام ضد قوات إسرائيلية في غزة. كشف المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة الجناح العسكري لحركة حماس عن تفاصيل عملية نوعية نفذتها المقاومة ضد قوات الاحتلال في مستشفى الرنتيسي للأطفال. وقال في كلمة مسجلة أن قوات من النخبة تضم 25 مقاوما نفذت هجوما مركبا على قوات إسرائيلية تتخذ من مستشفى الرنتيسي للأطفال قاعدة لها بعد إفراغه من المرضى والنازحين. وأضاف إلى أن المقاومين هاجموا ناقلة جند إسرائيلية في محيط المستشفى تزامنا مع هجوم آخر بقذائف تي بي جي المضادة للتحصينات وبالأسلحة الرشاشة مدرسة بجوار المستشفى تتحصن بها قوة إسرائيلية راجلة.
ونوه أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف المكان، ما أدى إلى استشهاد أحد المقاومين، فيما انسحب 24 مقاوما بسلام. وأفاد أبو عبيدة أن المقاومين أكدوا في حالات عديدة في مناطق الاشتباك بأن الاحتلال حين يعجز عن سحب آلياته المدمرة أو المعطوبة فيعمل على قصفها من الجو في محاولة لمحو آثار خيبته. أبو عبيدة: العدو قصف قواته على الأرض ظنا منه أننا أسرنا جنوده. أعلن الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة في كلمة له اليوم الاثنين عدة عمليات واستهدافات قام بها مجاهدو كتائب القسام خلال الساعات 72 الماضية، مؤكدا تمكنهم من استهداف 60 آلية عسكرية إسرائيلية من مختلف الأنواع. وكشف أبو عبيدة أن الآليات العسكرية تم استهدافها في محاور جنوبي حي زيتون وفي حي الشيخ رضوان وحي لتوام غربي مخيم جباليا وفي بيت لاهيا، ثلاث منها ناقلات جند، موضحا أن أغلبية الاستهدافات كانت بقذائف الياسين 105 بالإضافة إلى عبوات العمل الفدائي وعبوات الشواظ وقذائف تاندوم 85. أبو عبيدة: استهداف 60 آلية عسكرية صهيونية خلال 72 ساعة. قال أبو عبيدة: تمكن مقاتلون من تدمير 60 آلية عسكرية إسرائيلية منها 10 ناقلات جند خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في قطاع غزة. كما تابع قائلا: نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده في عملية نفذناها ضد ناقلة جند في مدينة غزة. وأشار إلى أن المقاومة نفذت عددا من العمليات النوعية ضد العدو وأوقعوا عددا من الجنود بين قتيل وجريح، وقد سمع مجاهدون صراخ جنود العدو واستغاثاتهم. وقال في هذا الصدد: إن مجاهديه استهدفوا في حي لتوام ناقلة جند وأصابوها بشكل مباشر، فنزل منها ثلاث جنود فأجهزوا عليهم بقذيفة مضادة للأفراد. ورجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنا منه أنه تم أسر عدد من جنوده، وأن هدف الاحتلال في هذه الحرب هو التدمير وقتل المدنيين، منوها إلى أن الحالة الهستيرية التي يتعامل بها العدو في جرائمه مؤشر على عدم اقتناعه بالنصر. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: ما هو سبب ما يحدث في غزة؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.